بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون طريقة عمل كريم مزيل للعرق، وصفة سحرية للتخلص نهائيا من رائحة العرق الكريهة مهما كانت صعبة. كمان هيعطر كامل الجسم بعطر جذاب وساحر هيدوم معاكي طول اليوم. مش بس كده، كمان الوصفة دي بتفتح البشرة جدا وتخلصك من اسمرار البشرة، يعني هتكون وصفة متكاملة من أروع الوصفات اللي هتحافظ على جفاف البشرة وتخلصك نهائيا من أي روائح غير مستحبة في الجسم. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. هحتاج للكريم المرطب، وأنا هنا هستخدم كريم جلايسوليد. وكريم جلايسوليد من أروع الكريمات المفيدة جدا للبشرة، لأنه بيكون غني بالجليسرين اللي بيرطب البشرة بشكل مضاعف، وفي نفس الوقت بيفتح البشرة، لأن الجليسرين بيقضي تماما على البقع البنية الداكنة والتصبغات الجلدية حتى لو بقالها فترة طويلة جدا. يبقى انا كده هستخدم كريم جلايسوليد، هيكون كريم مرطب ومفتح في نفس الوقت. عمل الوصفه هحتاج لمقدار معلقه من الكريم. هجيب بقى كده طبق وابتدي باضافه المكون الاول، وهو مقدار معلقه كده من كريم جلايسوليد. هحتاج لمعلقه من نشا الذره، ونشا الذره بيفتح البشره جدا وبيعمل على شد البشره وغلق المسام. هضيف بقى كده المكون الثاني، هو مقدار معلقه صغيره كده من نشا الذره. هحتاج لبودره انشانتر، والبودرة دي بتكون ناعمة على البشرة وكمان ريحتها بتكون حلوة جدا، فهتعمل كمعطر للكريم. ومش هنحتاج بقى ان احنا نضيف اي مكون لتعطير الكريم زي المسك مثلا او الزيوت العطرية، هنكتفي بس بالعطر اللي موجود في البودرة. والبودرة دي بتبقى موجودة بكذا لون، وكل لون بيبقى ليه العطر الخاص بيه، بس انا بفضل اللون الاصفر ده. وطبعا تقدري تختاري اللون او العطر المناسب ليكي زي ما تحبي، يعني حسب رغبتك. البودرة دي بيبقى ليها ميزة حلوة جدا، انت تقدري تستخدميها هي بس كده من غير ما تضيفيها في اي كريم او في اي وصفة. تقدري تستخدميها بعد كل استحمام او بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، هتجففي بشرتك كويس جدا، وتقدري بقى تستخدميها على كامل الجسم او الاماكن اللي بيبقى موجود فيها العرق، بتساعد على جفاف البشره وكمان بتبيضها. وفوق كده كمان بتعطر البشره بريحه حلوه جدا، بتفضل ثابته معاكي طول اليوم. وملحوظه بقى مهمه جدا، ان البودره دي ما ينفعش خالص نستخدمها في المنطقه الحساسه، لانها هتزود من الحكه. كمان لو بشرتك حساسه ما ينفعش خالص برضو تستخدميها، لان البودره دي بتكون معطره. لعمل الوصفه بقى هحتاج لمقدار معلقه من البودره. هضيف بقى كده مقدار معلقه صغيره من بودره انشانتر، ريحتها هايله. انا هحتاج للشابه، وده بيكون شكلها. الشابه دي بنجيبها من عند العطار، ممكن تجيبيها احجار سليمه وتطحنيها في البيت، او ممكن تجيبيها ناعمه بالشكل ده، برضو بتكون جاهزه عند العطار. الشابه بتكون مكون طبيعي امن جدا في الاستخدام وملوش اي اضرار، وبتكون نتائجها مذهله في التخلص نهائيا من ريحه العرق الكريهه. كمان بتقلل جدا من كميه العرق، وكمان هي بتفتح البشره بشكل مذهل. هضيف بقى المكون اللي بعد كده، ومعلقه صغيره من الشابه. هحتاج لزيت النعناع، وزيت النعناع ده انا عملته قبل كده في القناه بطريقه ناجحه جدا، هسيب لكم لينك الوصفه في صندوق الوصف. عملته بطريقه صحيحه، هيكون محتفظ بكل فوائده. هضيف بقى كده مقدار معلقه صغيره من زيت النعناع، حاجه بسيطه جدا. هحتاج للجليسرين، والجليسرين بيفتح البشره جدا وبيرطبها، وبيقضي على البقع الداكنه والتصبغات الجلديه حتى لو بقالها فتره طويله جدا. وهضيف بقى كده معلقه صغيره من الجليسرين، هيكون مفتح ومرطب وفي نفس الوقت هيثبت العطر. هحتاج لماء الورد، وماء الورد بيفتح البشره جدا وبيرطبها، وبيعالج التهابات الجلد، وبيقضي تماما على حب الشباب، ويعتبر واقي طبيعي من الشمس. كمان تقدري تستخدميه كتونر طبيعي للبشره. المكون بقى الاخير اللي هضيفه دلوقتي هيكون معلقه كبيره كده من ماء الورد. هبتدي في الاول باضافه معلقه، وكل ما احتاج هضيف تاني بالتدريج اثناء بقى الخلط. بعد بقى ما ضفت كده خلاص كل المكونات، هبتدي بقى بخلط المكونات دي كويس جدا لغايه ما تندمج وتبقى خليط متجانس. يفضل كمان انت تخلطيها بالمضرب اليدوي، عشان كريم جلايسوليد بيبقى قوامه تقيل شويه. هقلبها بقى كويس. عايزه اوريكم شكل المكونات اول ما ببتدي اخلطها، بتبقى كده مش متماسكه، بس انت بقى مع استمرار الخلط هتلاحظي ان قوامها هيبقى كريمي وهتتماسك كويس جدا مع بعض. تخلطي بقى كويس جدا، وطبعا لو احتاجتي لاضافه ماء الورد ممكن تضيفي عادي بالتدريج، بس ما تضيفيش كميه كبيره عشان قوامها ما يبقاش سائل. انا خلطت بقى المكونات، واول ما ابتدت تتماسك بالشكل ده لاحظت ان قوامها لسه تقيل. طبعا انت ممكن تقدري تحتفظي بيها بالقوام ده لو انت حابه يعني تكون تقيله كده، بس انا هضيف كمان معلقه كده من ماء الورد عشان اخفف قوامها، وزي ما قلت مش بضيف كميه كبيره من ماء الورد. وهكمل برده خلطها تاني لغايه ما بتحصلي بقى على القوام اللي انت عايزاه، سواء كان تقيل او خفيف، بس انا بفضل يعني انها تبقى كريميه وهشه بالشكل ده عشان تبقى سهله الامتصاص على البشره. شايفين بقى قوامها بقى حلو ازاي. هقلبها بقى كويس.
خلطت بقى المكونات كويس جدا، بعد اضافة معلقة ماء الورد التانية. شايفين بقى قوامها؟ ده بيكون بقى القوام النهائي، شايفين مش متماسكة ومش سايلة، قوامها كريمي جدا وناعمة، هو ده القوام المظبوط. بكده خلاص الكريم بيكون جاهز، كمان ريحته بتكون حلوة جدا. وممكن جدا في الوصفة دي لو مش حابة اي عطر يغطي على ريحة البودرة، ممكن نستغنى عن ماء الورد وتستبدليه بالمية المقطرة او المغلية والمبردة، بس ما ينفعش خالص نستخدم المية العادية عشان نزود من مدة صلاحية الكريم. بجيب بقى علبة نظيفة، لازم اغسلها كويس جدا واجففها، ولازم ما يكونش فيها ولا نقطة من المية عشان الكريم ما يفسدش، وبضيف بقى فيها كريم مزيل العرق، وبقفل بقى عليه العلبة واحتفظ بيه عندي خارج التلاجة، هيكون صالح للاستخدام لغاية ما تخلص الكمية كلها. كمان الكريم ده تقدري تعملي منه كمية كبيرة، هيفضل صالح للاستخدام لمدة طويلة جدا، ومدة صلاحيته هتكون تابعة لمدة صلاحية المكونات المستخدمة في عمله. نيجي بقى لطريقة استخدام الكريم. الكريم ده لازم يستخدم على بشرة تكون نظيفة، يعني لازم تغسلي بشرتك في الأول قبل استخدام الكريم عشان تاخدي منه أفضل نتيجة، فهيكون أفضل وقت لاستخدامه هو بعد الاستحمام أو بعد الشاور بتاعك. بعد ما بتاخدي الشاور بشرتك كده هتكون نظيفة، هتجففي بقى كامل الجسم، وتقدري بقى تستخدمي كريم مزيل العرق على أي منطقة يكون فيها عرق في الجسم، زي تحت الإبطين أو تحت الثديين أو أي منطقة يعني بتكوني بتعاني فيها من العرق. بس ما يفضلش خالص إن احنا نستخدم الكريم ده في المنطقة الحساسة أو بين الفخذين، لأنه بيحتوي على بودرة معطرة فهيعمل على حكة في الجلد. تقدري بقى تستخدمي الكريم بنفس الطريقة دي على كامل الجسم بشكل يومي كل يوم بعد الاستحمام، أو تقدري تستخدميه كل يومين مرة واحدة بس، لأن مفعوله بيدوم من يوم لغاية 3 أيام، وده طبعا بقى بيرجع لاحتياجك زي ما انت بتكوني محتاجة الكريم، أو على حسب كمية العرق أو ريحته تقدري بقى تستخدمي الكريم. المداومة بقى والانتظام على استخدام كريم مزيل العرق ده نتائجه هتكون مبهرة، والنتيجة إن شاء الله هتلاحظيها من الاستخدام الأول، هيخلصك نهائيا من أي ريحة غير مستحبة للعرق مهما كانت كريهة، بالعكس هيخلي كمان جسمك ريحته حلوة جدا، يعني هيعطر الجسم وهيبدل ريحة العرق بريحة حلوة جدا هتدوم لمدة طويلة، هتفضل معاكي طول اليوم. الكريم ده بيعطر الجسم بريحة مميزة لأنه بيحتوي على بودرة انشانتر، ودي بيكون ليها عطر حلو جدا هيدوم معاكي طول اليوم. كمان هو بيحتوي على كريم جلايسوليد والنشا والجليسرين، والحاجات دي بتكون فعالة في تفتيح البشرة جدا، فهيبيض البشرة ويخلصك من البقع الداكنة والتصبغات الجلدية مع مداومة استخدامه. كمان هيفتح الأماكن الداكنة في الجسم خاصة بقى منطقة الأندر أرم أو تحت الإبطين. كمان هو بيحتوي على الشابة، برضو الشابة دي من الحاجات اللي بتبيض البشرة بشكل مذهل، فوق إنها بتكون فعالة جدا في التخلص نهائيا من ريحة العرق. وبيحتوي على زيت النعناع، وده بيكون مضاد طبيعي للبكتيريا، فبيمنع ظهور أي عدوى أو بكتيريا أو ريحة غير مستحبة، كمان بيمنع ظهور الحبوب والبثور في كامل الجسم. كريم مزيل العرق ده بكل المكونات اللي استخدمناها في عمله هتكون وصفة متكاملة، وليها فعل السحر في التخلص نهائيا من ريحة العرق الكريهة، فوق كده كمان هي هتفتح الجسم وترطبه وتعطره، وهتغنيك عن شراء المنتجات الكيماوية اللي بتزيلي بيها العرق، الاحتمال كبير جدا إنها بتكون سبب في الأمراض. الوصفة دي لما تجربيها وتشوفي نتيجتها على بشرتك ومن الاستخدام الأول هتكون وصفتك المفضلة ومش هتستغني عنها أبدا. من أهم مميزات الكريم ده بقى إن قوامه بيكون كريمي وناعم جدا، لما تيجي بقى تستخدميه على البشرة مش هيضايقك خالص في الاستخدام، بالعكس بشرتك هتمتصه تماما ومش هيبقى ليه أي أثر على البشرة، وهيديكي جفاف ونعومة القطن. أتمنى طبعا إن تكون وصفتي النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.